كان هناك حديث متواتر عن ضغوط أمريكية لإصلاح السلطة ولحكومة تكنوقراط وليست حكومة فصائلية. طبعا المصادر الرسمية من السلطة قالت أنه لا ضغوط وتغيير الحكومة لا يخضع لأي ضغوط. برجع تاني أسأل عن التوقيت، يعني هل هذا توقيت ضغوط؟ هل هذا توقيت للتحضير لما بعد غزة حتى لو بتغيير الأسماء يا سيد ناصر؟ اولا يعني الحقيقه مره اخرى لا يوجد تغيير، انا ما شفتش تغيير حتى الان. على كل حال لما يحصل بنناقش الموضوع. المساله الثانيه، ليس صحيحا ان التغيير مطلوب من الولايات المتحده الامريكيه او من اسرائيل. التغيير مطلوب من الشعب الفلسطيني، هناك 90% من الشعب الفلسطيني وفق يعني احصاءات ووفق استطلاعات كثيره 90% أو أكثر ربما يريدوا هذا التغيير ويريدوا ذهاب هذه المجموعة المتحكمة. كيف يمكن أن يصور هذا باعتباره موقف أمريكي أو موقف إسرائيلي؟ هذا لا يجوز، وفي الحقيقة يجب أن يكون مرفوض. التغيير إذا مطلوب، ولكن التغيير يجب أن يكون بشكل حقيقي وليس شكليا، وليس عبارة عن تغيير الطربوش وتغيير رئيس حكومة. دعني أنقلك إلى المفاوضات الجارية الآن والتي وصلت إلى محطة الدوحة، كانت في القاهرة ثم إلى باريس، يعني باريس القاهرة باريس ثم الدوحة مرة أخرى. ماذا نتوقع من هذه المفاوضات سيد ناصر؟ والله رأيي الشخصي، وأنا ما عنديش معلومات، لكن رأيي الشخصي أننا سنشهد نوع من أنواع الصفق، ولو صفقة جزئية بمقتضاها يتم الإفراج عن عدد من الإسرائيليين المحتجزين مقابل عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين أو على الأقل جزء كبير منهم إلى منازلهم. هذا سوف يحدث، وبالتالي سيكون هناك نوع من أنواع الهدوء خلال شهر رمضان، في حيكون هنا حوالي 5 أسابيع. خلال هذه الفترة ستعمل كل الأطراف على تنفيذ أجنداتها، والمسألة الأساسية في هذا المجال ستكون بقاء حكومة السيد نتنياهو أم ذهابها.